مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين. في المقابل استبعدت وزارة الخارجية الروسية نجاح الولايات المتحدة في تدمير قدرات الجماعة الانقلابية. وقال مدير قسم الشرق الأوسط في الوزارة ألكساندر كينشاك إنه من غير المرجح أن يتمكن الأمريكيون من تدمير الإمكانات العسكرية للحوثيين، لكنهم نجحوا بالفعل في إثارة المزيد من التوسع في منطقة القتال وزيادة كثافتهم مع كل العواقب السلبية. واعتبر أن الهجمات على الجماعة ستؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وتعقيد مشاكل الملاحة البحرية الدولية. وفي السياق ذاته أكد المتحدث باسم الحوثيين أن العمليات في البحر الأحمر لن تؤثر على جهود السلام في اليمن، واعتبر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن التصريحات الغربية بهذا الشأن محاولة للضغط على جماعته للتراجع عن موقفها. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: جدوى الضربات وما الذي حققته من الناحية العسكرية، والتبعات السياسية لهذه الضربات في ظل إعلان واشنطن أنها لا تريد إسقاط الحوثيين وإنما إضعاف قدراتهم. قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. منذ 11 من يناير لا يكاد يمر يوم دون أن تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف حوثية في مناطق سيطرة الجماعة، لكن السؤال الأهم: ما الذي حققته هذه الضربات حتى الآن؟ الحديث عن جدوى الضربات مرتبط أساساً باستراتيجية واشنطن وأهدافها، والواقع أن البيت الأبيض أكد مراراً أنه لا يسعى لإنهاء سيطرة الجماعة الانقلابية في اليمن، وإنما إضعاف قدرتهم على استهداف الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن، استبعدت وزارة الخارجية الروسية نجاح الولايات المتحدة في تدمير قدرات الحوثيين باليمن. وقال مدير قسم الشرق الأوسط في الوزارة ألكساندر كينشاك إنه من غير المرجح أن يتمكن الأمريكيون من تدمير الإمكانات العسكرية للحوثيين، لكنهم نجحوا بالفعل في توسيع منطقة القتال وزيادة العواقب السلبية. واعتبر أن الهجمات على الجماعة ستؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وتعقيد مشاكل الملاحة البحرية الدولية. هذا ويرى الكثيرون أن من شأن العمليات العسكرية المتبادلة ما بين واشنطن ولندن والحوثيين التأثير على مسيرة السلام في اليمن وجهود التسوية السياسية، إلا أن ناطق الجماعة الحوثية وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط استبعد أي تأثير لتلك الهجمات، معتبراً التصريحات الغربية بهذا الشأن محاولة للضغط على جماعته للتراجع عن موقفها المساند للقضية الفلسطينية حد تعبيره. إذا مشاهدينا أرحب بكم مجددا وأرحب بمن ينضم إلي في هذا النقاش، الخبير العسكري الدكتور علي الذهب والخبير في القضايا السياسية والعسكرية العقيد مجيب شمسان. والبداية معك سيد مجيب، مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. الله يحييك. إذا بداية، ما هو حجم الأثر الذي أحدثته الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية على قدرات جماعة الحوثي؟ الأمريكي منذ أن شن عدوانه على الشعب اليمني في 2015 مع أدواته الخليجية يتحدث بأنه تم تدمير قدرات صنعاء، تم تدمير قدرات القوات المسلحة اليمنية، ومع ذلك نحن اليوم بعد 9 سنوات ولا زال الأمريكي يكرر نفس الأسطوانة بأنه قضى على قدرات صنعاء وقضى على قدرات القوات المسلحة اليمنية، والواقع يقول غير ذلك، أنه بعد تلك الضربات التي وجهها الأمريكي والبريطاني كانت القوات البحرية اليمنية قامت بضربات ضد البريطاني وضد الأمريكي، واستهدفت سفينتين للأمريكي وللبريطاني، وكانت العمليات التي سبقت من استهداف لمدمرات أمريكية ولسفن بريطانية وأمريكية أيضا تؤكد بأن القوات المسلحة اليمنية لم تتأثر قدراتها على الإطلاق بتلك الضربات، لأنه قام بضرب أحداث تم ضربها وقصفها لعشرات المرات منذ 9 سنوات، وبالتالي لا جديد على الأرض سوى أن الأمريكي يحاول من خلال تلك الضربات أن يحدث خطابا إعلاميا لإعادة الاعتبار الصوروخي التي فقدها كونه عجز عن تغيير الموقف في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب. نعم، تفضل البقاء معي. أرحب بك سيد دكتور علي الذهب، مساء الخير.
مساء النور، أهلا بك وبضيفك وبالمشاهدين جميعا. الله يحييك. إذا ما هي الإنجازات العسكرية التي حققتها الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين برأيك؟ في واقع الحال أنا أعتقد أنه النتائج هي في الوقت الراهن لا تبدو واضحة، ولكن إصرار الولايات المتحدة على وبريطانيا على استهداف مواقع الحوثيين أو مناطق التهديد أو الصواريخ التي تعد للإطلاق أو الزوارق غير المأهولة يدل على أن هناك فعلا تأثير، ولكن لدى الحوثيين قدرة على تجديد مصادر التهديد وأدواته. في واقع الحال الولايات المتحدة الأمريكية لو لم تكن يعني إذا كانت أنجزت أو قواتها أنجزت هجماتها على الحوثيين ربما كانت توقفت، ولكن يبدو أن الأهداف لم تتحقق بعد، وهناك تكتم كبير من قبل الحوثيين في ضوء استراتيجية معروفة وهي خلق منطقة ظلة معلوماتية بحيث لا يجري الاستفادة منها في تقييم نتائج هذه الضربات. ونشير هنا مثلا أن مراسل الجزيرة حتى الآن امتنع عن نقل الأحداث مباشرة بعد ثاني يعني الضربة التي طالت الكتيب، وبعدها بيوم نقل ضربة أخرى ثم توقف تماما، وهذا يعني أن هذه الاستراتيجية واضحة وهي حالة من التكتم ونكران النتائج وأنه لم يحصل شيء، مع أن الواقع يقول أن هنالك تأثير ولكن ليس بحجم الأهداف التي ترمي إليها الولايات المتحدة، ولذلك تصر على تعقب مصادر التهديد يوما عن يوم. نعم، تفضل البقاء معي دكتور علي. أعود إليك سيد مجيب. يعني الأمريكان لم يصرحوا بأنهم سيقضوا على الحوثيين، إنما قالوا بأنهم سيضعفونهم ما يسبب عدم قدرتهم على شن الضربات في البحر الأحمر. إذن هذه الضربات التي يحدثها الأمريكان والبريطانيين لا تحدث سوى أثر بسيط، هل هذا يعني كما يقول البعض أن الولايات المتحدة تقوم بعملية تريد من خلالها تقوية موقف جماعة الحوثي؟ هذا الكلام سمعناه كثيرا، وهناك من يتحدث وبوعي ضيق وضح جدا بأن أمريكا لا تريد القضاء على القوات المسلحة اليمنية. أمريكا وبريطانيا لا تريد لأي قوة عربية حتى وإن كانت عميلة للكيان الصهيوني، لا تريد لها أن تبقى قوية، وبالتالي من الحرج ومن الحقيقة الحديث عن أن أمريكا لا تريد تدمير القوات المسلحة اليمنية. لكن في حقيقة الأمر هناك من لا يريد أن يعترف بأن الولايات المتحدة هزمت في البحر الأحمر وهزمت في منطقة باب المندب، وهي ليست مستعدة أن تغامر بمصالحها لأنها تريد أن تقوي طرف كما يتحدث البعض. ولكن ما حصل بالفعل أن الأمريكي عاجز عن تدمير قدرات صنعاء، عاجز عن الحد من عمليات صنعاء، وكان هناك اعترافات من الأمريكي نفسه ومن ضباط وخبراء أمريكيين وبريطانيين بأنهم وصلوا إلى حالة من العجز في القضاء على قدرات صنعاء وعلى القوات البحرية، ولم تحدث ضرباتهم أي تأثير لا في البحر الأحمر ولا في مضيق باب المندب ولا في خليج عدن، بل على العكس من ذلك تضاعفت عمليات صنعاء وتضاعفت عمليات القوات المسلحه اليمنيه. ومن يتحدث بان امريكا تريد ان تقوي القوات المسلحه اليمنيه فهو ربما لا يفهم طبيعه الصراع القائم اليوم بان امريكا تضمن بقاء الكيان الصهيوني وتفوقه في المنطقه، لذلك ليس في مصلحتها ان تكون هناك دوله قويه تنتمي الى القوميه العربيه او الى الهويه العربيه، دون ذلك يمكن ان يشكل خطرا على هذا الكيان الصهيوني سواء الان او لاحقا. ولذلك ليس من المعقول وليس من المنطق مثل هذا الحديد الذي يروج له البعض والذي ليس له اي مؤشرات على الارض سوى ان البعض لا يريد الاعتراف بما وصلت اليه الامور في البحر الاحمر وفي مضيق باب المندب. طيب دكتور علي، إذا ضيفي يتفق معك فيما قلته من قبل أن لدى الحوثيين القدرة على تجديد مصادر القوات، وهو يقول بأن هذه الضربات إنما ضاعفت قدراتهم العسكرية. بالنسبة للرغبة الأمريكية والإرادة الأمريكية البريطانية التي تقول بأنهم لا يريدون إنهاء الحوثيين على أرض اليمن إنما يريدون إضعافهم، ما حقيقة هذا القول؟ فعلا هو الآن العمليات لا تستهدف قدرات الحوثيين بشكل عام، ولكن تستهدف
التهديد الذي يؤثر على التدفق الحر للشحن في البحر الأحمر، وهذا أمر واضح لأنه تبرر أيضا الولايات المتحدة أو يعني القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها تستهدف الأهداف التي تمثل تهديدا وشيكا، وبأن ذلك يؤمن حركة التجارة الحرة في البحر الأحمر، فضلا عن أن مثل هذه الضربات هي يعني تستهدف أيضا تأمين حق الدفاع عنه. هذا من وجهة النظر الأمريكية، لكن في واقع الحال هناك تأثير كما قلنا سابقا، ولكن هذا التأثير محدود لأن لدى الحوثيين القدرة على الإخفاء والتمويه وعلى تجديد يعني ما خسروا، لأنهم خسروا كثيرا طبيعة الحال. ولعل أبسط مثال على ذلك أن الثلاث الزوارق التي قتل فيها 10 أشخاص غرقا ولذا الرابع بالفرار، ثم أيضا البارحة استهدف مجموعة من الزوارق غير المأهولة وكانت مستعدة للانطلاق. إذن التهديد أو الضربة عفوا استهدفت حيزا معينا، وهو ما يجري تهديده أو ما يجري استخدامه لتهديد الملاحة البحرية. أما إضعاف الحوثيين أو قدراتهم القتالية بشكل عام فأعتقد أنه أمر غير وارد. هناك لماذا برأيك لماذا تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على الحوثيين في اليمن؟ هناك حديث عن السلام يجري الآن، وهذا يعني أن الولايات المتحدة لا تزال تمنح الحوثيين فرصة، وأن استهدافها لهم هو استهداف جزئي وليس استهداف كلي. ثانيا، عندما فرضت عليهم أو صنفتهم جماعة أو منظمة إرهابية خارجية ذات طبيعة خاصة أعطت فرصة لهم لمدة شهر، وهذا الشهر ربما يعني قارب على الانتهاء وهو يعني لم يتبقى سوى 10 أيام. أعتقد أن المرونة في الخطاب الحوثي خلال هاتين اليومين يعني أن هنالك اقترابا من عملية السلام، وأنهم سينجون من هذا التصنيف، وإن كان هذا التصنيف ضعيفا ولا يضر بعملية السلام حسب مضمونه. إذن سيد مجيب، ونحن نتحدث عن عملية السلام، هل يمكن برأيك أنت بعيدا عن تصريحات محمد عبد السلام، هل يمكن أن تؤثر هذه الضربات البريطانية الأمريكية على عملية السلام؟ لابد من فهم طبيعة الأمور اليوم التي تجري بالواقع. أولا فيما يتعلق بالموقف اليمني، نحن حريصون على السلام كل الحرص فيما يتعلق بتعاملنا مع تحالف العدوان والنظام السعودي والإماراتي، وبالتالي طرحنا الأبواب مفتوحة طيلة الفترة السابقة رغم علمنا ورغم كل المؤشرات التي تدل أنه لا يوجد نوايا صادقة لدى تحالف العدوان فيما يتعلق بالسلام. أما فيما يتعلق بالضربات الأمريكية وتأثيرها على السلام، فلابد أن نفهم بأن موقفنا والضربات الأمريكية جاءت نتيجة الموقف اليمني المساند لغزة، وهنا ينبغي أن يكون مفهوما بأن ما يحصل اليوم في البحر الأحمر ليس مفصولا عما يدور في غزة، وهنا كان موقفنا ولا زال على هذا الموقف. لذلك أي حديث عن السلام ليس له علاقة فيما يتعلق بالضربات في البحر الأحمر والكيان الصهيوني والأمريكي والبريطاني. أما من يتحدث اليوم بأن أمريكا تريد أن تفاوض أو تريد أن تقوي الحوثي أو تريد أن تخلق أوراق موازنة، فالأمور اليوم باتت واضحة ومكشوفة للجميع. طيب سيد مجيب، في موقف متقدم نتحدث عن عملية السلام والتسوية السعودية الحوثية، يعني هل هذه الضربات أخرت أن يتم تنفيذ اتفاق سعودي حوثي؟ نحن أشرنا بأن ما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية موقف آخر، وما يتعلق بالحوار حول التفاوض وصلا مع السعودي موقف آخر تماما. الأمريكي يريد أن يخلط الأوراق في هذا الجانب بأن يجعل مما يجري في البحر الأحمر له علاقة بالتفاوض والسلام. نحن نقول بأن موقفنا مما يدور في البحر الأحمر ومن القضية الفلسطينية مبدئي ولا وغير قابل للتساوم وغير قابل للمبادلة. أما فيما يتعلق بالسلام، فإن أرادوا السلام فنحن أهل السلام فيما يتعلق بالتحالف والعدوان على اليمن، وإن أرادوا الحرب فنحن لها بهذا الجانب. وهنا كان خطاب صنعاء والذي لا يمكن أن يتغير. والأمريكي إذا كان يريد أن يخلق الأوراق فعليه أن يدرك بأن قضيتنا وموقفنا من غزة لا يمكن أن يتوقف عملياتنا ستستمر ضد الأمريكي والبريطاني وضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف العدوان والحصار. أما فيما يتعلق بالسعودي الذي يحاول اليوم الأمريكي أن يخلق من خلاله الأوراق،
فنحن نقول له بان القضيه مستقله والامور غير قابله للمساومه كون هذا الموقف مبدئي واخلاقي وانساني. نعم دكتور علي، يقول الحوثيون بان عمليه السلام، عمليه التسويه مع السعوديه هي عمليه منفصله، الا ترى ان هذه الضربات الامريكيه البريطانيه انما زادت الحوثيين نقاط قوه في هذه المحادثات؟ لا بالعكس، يعني الامور واضحه والحوثيون يلعبون كافه الاوراق ويستخدمونها لمصلحتهم في تعزيز موقفهم التفاوضي. وكانت عمليه السلام جاريه الى قبل نحو يعني الى قبل العمليه التي شنها الامريكيون، كانت تجري بينهم وبين عبر وسطاء عمانيين في سلطنه عمان، وكانت عمليه السلام استؤنفت واعلن عنها المبعوث الاممي. انا لا استبعد او جميع المحللين السياسيين الذين يقفون على مسافه واحده من جميع الاطراف بان الحوثيين يوظفوا اوراق كثيره، وهذه دبلوماسية ذكية خلقت الظروف الكثيرة ومنها غزة ومنها أحداث غزة أقصد، ومنها العملية السياسية ومنها تداعيات الحرب الأوكرانية، كل هذه توظف بين حين وآخر لمصلحة الحوثيين. ثم أن التهديدات هذه التي يثيرها الحوثيون في هذه الأيام هي لم تكن وليدة النجاة، ولكنهم كانت قبل يعني 7 أكتوبر قبل طوفان الأقصى كانت هناك عمليات تجري تجاه بعض السفن، كان هناك مطارده لبعض السفن في يعني خارج عدن، والتي كانت تحاول الاقتراب من ميناء الزيت في عدن بغرض تحميل بعض الشحنات او استهداف السفن في قباله ميناء الضبه او اختطاف السفينه روابي. كان هناك شواغل امنيه يقف وراء الحوثيون في البحر الاحمر، ولم تاتي احداث طوفان الاقصى وما بعده إلا امتداد وتواصل أو استثمار لهذه التحولات. نعم، إذن سيد مجيب، البحر الأحمر اليوم أصبح ملف دولي وأصبحت القوات بأنواعها القوات الدولية موجودة فيه، برأيكم إذا لم يؤثر ذلك عسكريا بشكل كبير على اليمن، ألا يؤثر ذلك على موقف الدول المشاطئة للبحر الأحمر خاصة مصر؟ قبل أن أجبت على سؤالك هذا دعيني فقط أقول بأنك للأسف تنقلين الكلام وتقولينه بما نقول. أنا لم أتحدث أولا بأن الضربات الأمريكية والبريطانية قوت موقف صنعاء فيما يتعلق بالسلام. أنا قلت وبشكل واضح أن قضيتنا فيما يتعلق بغزة والبحر الأحمر موقف آخر، طيب. وفيما يتعلق بالسلام والتفاوض مع تحالف الإدوان موقف آخر تماما. في الجانب الآخر في الإجابة على سؤالك الذي تحدثت عنه الآن، نحن نقول بأنه لا يوجد أي خطر أو تهديد على كافة الدول الأخرى وعلى الملاحة في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب عدا السفن الأمريكية والبريطانية والمتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. لذلك من المعيب أن نجد عرب أو نجد من ينتمون إلى هذا الوطن يحاولون تصوير القضية في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر بأنها تهديد للملاحة فقط لمجرد الخصومة أو لمجرد أنهم لا يقبلون بصنعاء وبالقوات المسلحة اليمنية، وهذا أمر بات معيبا وكان مفضوح أمرهم بشكل كبير. لذلك اليوم الروسي يتحدث، الصيني يتحدث عن هذا الجانب، بل حتى شركات أمريكية تتحدث أنه لا خطر البحر الأحمر سوى عدا السفن البريطانية والأمريكية والمتصلة بالكيان الصهيوني، ولا يوجد أي خطر لا على الدول المشاطئة ولا على الدول الأخرى بسكنها وإبحارها في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب. نعم، عموما سيد مجيب نحن نضع كل وجهات النظر ولم أنقل شيئا عنك. على كل حال الخبير في القضايا السياسية والعسكرية العقيد مجيب شمسان، أشكرك جزيل الشكر. أعود إليك دكتور علي الذهب وبنفس السؤال أيضا، كيف يؤثر هذا الموقف على الدول المشاطئة للبحر الأحمر؟ الواقع يقول أن هنالك تأثير وأن مصر تأثرت بشكل واضح، وهناك تراجع في عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس في الوقت الذي تجد فيه إسرائيل منافذ أخرى لوصول السلع والنفط إليها. ثم أنه يمكن الإشارة هنا إلى أن موانئ إسرائيل على البحر المتوسط هي التي تتلقى شحنات النفط من دول لا تمر يعني الناقلات عبر البحر الأحمر، ومن ذلك الولايات المتحدة بوصفها المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل، وهناك أيضا أرمينيا، وهناك
يعني الدول من دول بحيرة قزوين. في كل الأحوال التأثير هو تأثير على مصر، وإذا كان هناك من يحاول أن يحتاج ليقول أن باب المندب أغلق في حرب 73، نقول له أن باب المندب أغلق في 73 لأن قناة السويس كانت مغلقة أساسا من عام 67 حتى 75، وبالتالي كان استخدام إغلاق مضيق المندب لأن قناة السويس تعطلت بالأساس، وكان من المهم إغلاقه قبالة يعني من أجل منع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ذلك. إذا المتضرر الأكبر هو مصر، ثانيا يعني الصيد المحلي والنشاط البحري لمجموعات الدول المشاطئة القريبة من مضيق باب المندب. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري الدكتور علي الذهب. إذا مشاهدينا أشكركم أيضا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معد الحلقة ماهر أبو المجد وكافة الطاقة. إلى اللقاء.